بنات في ايديكم تختاروا لون الشعر اللي بيميزكم. انا اخترت برودجي من لوريال باريس، صبغه خاليه من الامونيا ب 60% من الزيوت. شوفوا لون شعري عملته بنفسي في 3 خطوات: تحضير، تطبيق، عنايه. شعري لونه يجنن، ناعم وبيلمع من الجذور للاطراف، ودلوقتي مستعده لكل التحديات. برودجي من لوريال باريس، لاننا نستحقه.